مشاهدينا الكرام، لحقنا البيت ديال حمزة اللي في أول أيام شهر رمضان الكريم بات في داره وفطر تحت سقف تاع بيته. وحبيت نشكر ربي سبحانه اللي يعني بفضل كامل الناس اللي تبرعوا يا لو كان بكلمة طيبة باش يكون عنده سقف يعني يدفيه ويكفيه. رانا رايحين إن شاء الله ندوزوا معاه اليوم الفطار مع بعض ونقلوا لكم السعادة دياله اللي فرحنا له نتوما وحنايا مع بعض. تبعوني. مساء الخير حمزة، واش راك؟ فرحانة بزاف كي جيت والله العظيم. حنايا كامل الطاقم مبروك عليك، مبروك مبروك مبروك. الله يسلمك. الله ربي يعيشك صحة رمضانك. يسلمك صحة رمضانك. حمزة، أول حاجة قلت لك مبروك عليك الدار الجديدة، إن شاء الله تدخلها بالربح إن شاء الله والصحة إن شاء الله يا رب العالمين. يعني بديت دخلت فيها وهذا كان يعني بعد البث تاع البرنامج والحصة. أول سؤال يعني كيفاش كان الصدى تاع البرنامج بعد ما تبث البرنامج؟ كيفاش شفت حياتك تبدلت من حاجه لحاجه؟ تبدلت من نيجاتيف لبوزيتيف، تبدلت شغل من السلبيه لايجابيه، شغل بزاف حوايج شغل تبدلوا، ولا كاين ناس تحوس عليك، ولا كاين ناس تبعثك لي ميساج تكوراجي فيك، وليدي دير هكا، وليدي كونك هكا، وليدي الله يباك، وليدي هكا، شرقي واحد الدعم تاع الجمهور اللي تقدرش تيماجيني كيف ما حبش يحب. الله يبارك الله يبارك لتذكير الله يبارك. يعني البرنامج كسوا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا على قناه اليوتيوب تاع البلاد داروا ملايين ملايين المشاهدات، يعني البرنامج تاعك الحلقه ديالك. ماشي واحد مسج على قولي يلقى الدعم مع كاع الشعب الجزائري، لقيت عندهم كامل الدعم. ملي ما قدرش يعاون عاوني بالدعاء. ما شاء الله عليك، كما قلت لك نعاود نقول لك مبروك. نعاود يعني نروحوا لحاجه واحده اخرى، واللي هي يعني انت يالله يباركك تقرا صح؟ دوكا راك يعني صاليت في الدار ويعني الحمد لله يا رب العالمين. كيفاش تبدلت حياتك واش راك دير دوكا؟ شكون راه يصرف عليك؟ شكون راه يجوز لك سيغتو في شهر رمضان الكريم؟ بالطبيعه نصرف على روحي، نخدم في المارشي، مازال نخدم في المارشي، هذه حاجه مازال ما تبدلتش. هذه هي تبدلت الاحسن، حياتي كانت بالأسوأ تبدلت الأحسن. شغل ما كاش حاجة شغل طلعت لي المورال ولا شغل اللي وقفتني، كيما شغل شغل فاهمك الدعم اللي لقيته مع هذا الجمهور، شغل الدعم اللي لقيته مع هذا الجمهور هي الحاجة شغل اللي عطاتني هذيك الإرادة، هذيك القوة الزايدة، عطاتني كلش، بدلت لي حياتي، رسمت لي هذيك البسمة في وجهي. والماكلة كيف ناكل عند الجيرة الحمد لله. الحمد لله يا ربي، فضل ربي سبحانه وفضل محسن ايضا اللي تبرع لك بهذا الدار واللي اكزاكتومون ما حبش يبان. نقول ان شاء الله ربي يعطيه في الجنه ان شاء الله يا رب. الله يوفقك. والله فرحني من عندك هكا قاعد نروح نصلي في الجوله، نبدا نبكي من الفرحه. وصلني ان شاء الله هذه الفرحه اللي ما يقدرش يتصورها مني، ولا حتى واحد احس داخلي انا بك نحس بها. حبيت نقول مبارك الله فيك. الحمد لله يا رب العالمين، ان شاء الله ربي يكتم تالو ومازال الدنيا بخير. احلامك حمزه، احلامك دوكا يعني 90% راك سي بون فريتها دوكا. احلام حمزه بعد الدار، الحلم الاول تاعي اللي هو نرضي يما الله يرحمها ويسعدها، الله يرحمها ونحقق لها الحلم تاعها اللي كانت حبتني نكمل القرايه ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله نفرحوا بك ونشوفوك في اعلى المراتب ان شاء الله يا رب العالمين. لحقنا احنا لختام البرنامج، كلمه اخيره. بغيت نبلغ الشكر لقناه البلاد لحيث اسمعوني باسكو اش خلقت بسبتها اللي حياتي تبدلت اللي ولات هكا الاحسن. حبيت نقول لهم بارك الله فيكم وربي يعطيكم، نتمنى ان شاء الله شهر رسموا لي واحد البسمه باش تيماجينيها كيف فاهمني.
حبيت غرفك الله فيكم وربي يجازيكم ربي يقدركم كامل اش تديروا في تلقوا الشعب الجزائري كامل بارك الله فيكم وصحة رمضانكم ربي يعيشك صحة ولهنا ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. إن شاء شكرا جزيلا لك حمزه، ان شاء الله احنا نتمنى لك غير الاجمل في حياتك ان شاء الله يا رب العالمين. وحنايا ايضا نقول لكم انتم مشاهدينا ما تقطعوش الياس كما قال حمزه، احنا رانا هنايا سمعوني باش نجو نسمعكم في هذا الشهر الكريم. عليكم غير تواصلوا معنا على الرقم اللي راه ظاهر اسفل الشاشه وعلى صفحه الفيسبوك والانستغرام، ولمتنا حكايات تحكي قصتنا وقصتكم، الصواب ولا الغلط حكمكم، حنا علينا المعلومات لحقكم وبالخير نسيكم. صحة سحوركم.